السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله راكم كامل بخير. اليوم عندي حلوى جديدة واسمها لو سافارين سورفان. شي اللي قلنا لهذه الحلوى، إذا هنا عندي ربع حبات تاع البيض، وعندي زوج باكيات تاع الخميرة تاع الحلويات، عندي 200 غرام تاع السكر، وعندي 160 غرام تاع الفارينة، وعندي 70 غرام تاع الزبدة ذوبتها من قبل وخليتها تبرد، عندي 4 مغارف تاع ماكله تاع الحليب، وعندي هنايا قريصان تاع الملح. هذه بالنسبه للكاطو تاعنا. وهنايا عندي 150 غرام تاع السكر، نزيد عليها حوالي 45 سنتيلتر تاع الماء، خاطر الحين نسقوه بالشربات كيطيب. حاجة الاولى حنايا نسبقوه هنايا بالشربات نديروها طيب، ونعاود نولو نرجعو للكاطو باش نحضروه معاه. فوالا، انا هنايا راه عندي، على قلنا كانت عندي ربع حبات تاع البيض. انا هنا جي سيباري لي بلون دي جون، يعني درت البيض وحده اولا ودرت الصفار وحده. هنا لو بلون خلوها على جهه ونبداو بلو جون. الو انا هنايا 4 جون دوف، نزيدو عليهم السكر تاعنا. فوالا نخلطوهم في رحبه. نزيدو لها الحليب، نزيدو لها الملح تاني، نزيدو لها الفارينة. نخلطوها شوية هكا باش تفرينا يعني ما توسخناش. دروك نزيدو الدهان تاعنا، كنا دوبناه من قبل خليناه يبرد. انا هنا راني هنايا راني كملت الخلاط تاع الكاطو تاعي، درت له الدهان. دروك نطلع لي بلونيج هادو هنايا باش نزيدهم للكاطو تاعنا. فوالا هاهم لي بلون تاعنا، جيزي في مونتي اون نيج، فوالا راهم واجدين. دروك نزيدهم الحلوى تاعنا، الخليط الاول نزيدو غير بشويه. فوالا نزيدو الكمية اللي بقات. فوالا هاني قريب كملته. فوالا لازم ندخلو مليح هداك لو بلون في الخليط الأول، ودروك نزيدو لهم لا لوزور، زوج باكيات تاع الخميرة هادوك تاع الحلويات اللي كنت هضرت عليهم من قبل. فوالا الأولى نزيدو الزوجة، ندخلوهم مليح. فوالا راه عندي هنايا انبول، سبق لي درت لها الدهان من قبل، درت لها الفارينة. دروك نكبو الكاطو تاعنا في المول
نفرغوه كامل. هاو الكاطو نتاعنا راهو هنايا دروك، انا درته كامل في المول، دروك نروح نديره في الفرن ونعاود نولي معاكم ان شاء الله فيما بعد. هاو السيرو تاعنا راه طاب، دروك نزيدو له تقريبا يعني كاس نتاع ما زهر. فوالا حنا نخلو السيرو تاعنا يبرد، الكاطو تاعنا راه يطيب ونولو فيما بعد ان شاء الله. فوالا هاو الكاطو تاعنا راهو طاب، دروك نديرو له السيرو تاعه نخلوه يشرب مليح. كملوه دروك هنايا نخليه يشرب، نديره في الطبق ونوريه لكم جاهز ان شاء الله. ها الكاطو تاعنا راهو طاب هنايا، انا برك شويه حمر لي منا، دروك نقطع المغصو هنايا شوفوه كي جا او جيبني بزاف. فوالا ها هنا، نتمنى برك ان شاء الله الوصفه هذه ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها، ما تنساوش تابوناو في لاشين ودعمونا بلي لايك تاعكم ان شاء الله. ما بقى لي دروك نقول لكم غير تبقاو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.